اعرف ان هو عباره عن لينك ان ممكن حد ما اعرفوش او حاجه او ممكن برضو حد تعرفه تلاقي مثلا فجاه بعت لك لينك يعني ممكن حد ما كلمكش من فتره او حاجه وتلاقيه فجاه بعت لك لينك فانت بتبقى مش فاهم اللينك ده ايه ففي ناس بتبقى عارفه ان ممكن ده يكون فيروس وناس بتبقى مش فاهمه يعني ان حد بيهكر اكونت حد تاني اختراق ان واحد يدخل على حساباتك ويعرف انت بتعمل ايه وشايف ايه وعندك ملفات ايه انه بيخش على حسابات البنوك بيخش على حسابات بتاعه اورجانيزيشنز كبيره زي البنتاجون زي البتاع زي ما عرفنا قبل كده انا بالنسبه لي ان انا اعمل هاكر على صاحبي او اللي مرتبطه بيه او جوزي ان في ناس بتبعت لينكات على الفيس وكده ولو انت دخلت عليها ممكن ياخدوا الاكونت بتاعك واحد يخش ينتهك خصوصيه شركه ثانيه او بنك كده مثلا يخش ياخد فلوس ناس ما الناس تانية ما تستحقهاش اصلا طبعا هو في اختراقات السوشيال ميديا زي الفيسبوك وتويتر انا حاولت اخترق حد قبل كده لا والله لا نهائي انا مش خبير قوي في اللي انا بستعمل يا دوبك على قد الانترنت يعني براوزنج كده وبشوف حساباتي في البنك وبتاع ادفع فواتيري وبتاع لا 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 خالص لا 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 بحب اعمل هاكر على الموبايل واتساب فيسبوك بحب اراقب قوي المرتبطه بيه بقى سواء جوزي او صاحبي او كده لا ما حاولتش لا جربت بس ما عرفتش الصراحه في افلام اجنبيه بيجيب لك انه ازاي اخترق او كده بس عن طريق سي دي او ان هو واحد بروفيشنال قوي يعني مش متذكرها بس اكيد يعني في حاجات كده في افلام نزلت كتير لممثلين كبار امريكان وبتاع على موضوع الاختراقات بتاعه وزاره الدفاع والسي اي اي والحاجات دي كلها لا مش فاكر فيلم الهرم الرابع شفت فيلم الهرم الرابع كان فيه اختراق مثلا اخر حاجه شفتها صح لا في دماغي حاليا لا ما فيش حاجه دلوقتي في الاختراقات غالبا انا مصدق افلام هو في بتحصل كده يعني طبعا اكيد لا اكيد اعتقد ان في حاجات زي كده كتير في الكلام ده اكيد طبعا طبعا لان ده موجود في حياتنا يعني بسبب المعلومات المغلوطه